السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إلكتروسوس دائما من نواحي أكادير. كنشكركم على المتابعة دائما وعلى دعمكم لقناة إلكتروسوس الجديدة. كنقول لكم بأن الدرس اليوم هو كيفية الرجوع يعني هاد زين الجهاز زين أو زين بليس اللي غادي اللي عنده المشكل يعني في البوت كما كتشوفوا وقف على البوت وما عندناش الخيار باش نردوه الا بواسطة يعني الحاسوب وبواسطة الكابل ديال الفلاش كما كتشوفوا. هذا الفلاش راه كاين عندو راه كاينين ديال الايكولينك على هكا. اسمحوا لي راه الضوء قليل. اذا الطريقه غادي نركبوا الكابل بلاست اير اس 32 اللي كتشوفوا هنايا. هو اللي كيبان لكم الاير اس 232 عفوا 232. دائما الا لقيتوها في الجهاز يعني اي جهاز راه تكون فيه بلاصه الفلاش وتكون فيه بلاصه الافي اللي كنشغلوا فيه التلفازه العاديه. اذا الطريقه غادي نحتاجوا هذا البروغرام ديال اللودر كما كتشوفون كليكيو عليه وغادي نحتاجوا هذا الفلاش الاولاني ديال ايكولينك زين اللي فيه 6721 كيلو اوكت كما كتشوفوها. البرنامج راه غادي نخلي لكم تحت الفيديو ان شاء الله. اذا غادي نكليكو على البرنامج غادي يطلع لنا بحال هكا. عطانا لكم واحد وعطانا يعني نختاروا الفيل يعني الفيل عندنا هنايا البروغرام يعني كتختار البلاصه فاش درتي الفيل يعني بوت ديال زين تولز. ها هو يعني نختاروا البلاص الفلاش اللي غادي البوت ديال البوت غادي نديروا عليه اوكي ونديروا عليه اوفغيف. اذا هادي الفيل يعني ما تعرف عليه يعني الجهاز. وواحد الحاجه غادي نفصلوا نقطعوا عفوا الجهاز من الكهرباء نحيدوه من الضوء وغادي نشوفوا من بعد ما نحيدوه من الضوء نخليو الجهاز طافي وغادي نكليكيو على ستار كما كتشوفوا هنايا. الا كليكينا على ستار غادي تشعل معانا هذا سميتو. غادي نتبعوا الطريقه نديرو ستار ونوصلو الضوء يعني ديال 12 فولت ديالو البريز ديالو نوصلو الكهرباء باش يشعل مع الفلاش وان شاء الله يكون الجهاز باش يمر لنا التحديث يعني ديال اللي غادي ديال كنشوفو البرنامج غادي يبقى يطلع. ها هو ان شاء الله راه كيدوز الفلاش. خاك غادي تعطل شوية نوصلو 6% وغادي نتسناو ان شاء الله حتى يدوز الفلاش ديال البوت وغادي يكون الجهاز صالح غادي يكون مقد ان شاء الله. كنشكركم على المتابعه والسلام عليكم. ملي غادي يدوز راكم كتشوفوا يوصل 100% ان شاء الله ونشعلوا الجهاز وغادي يخدم.